تقول فستان الزفاف الذي تلبسه المرأة أثناء زفافها هل يعتبر ثياب شهرة وهل هذا محرم؟ لا أعلم في هذا تحريما، لكن بشرط أن لا يكون في المحل رجال. أما إذا كان إنسان فقد أصبح الثوب المذكور أصبح من الزينة التي تتزين بها المرأة عند في ليلة العرس ولا حرج فيه.